إن شاء الله تعالى محاضرتي إنه قدام بيسي مانتا محاضروا إنك مانتا أنا قدام بيسا مؤتمر كا مدام ولا بما المود أها مانتا مال إنك إلا بعد يتهاي إن شاء الله مركينا نكسر دوي محاضرة دا الشيخ محمد إدريس أحمد عنوان كيدونا ويهاي سببها إيمانك وكسياره شيخنا كسر دوي وديكم مهتم جزاك الله خير الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى أما بعد أيها الإخوة والأخوات ولا لها رقية ماري يرقي وين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي سبحانه وتعالى وحقبر يا كل كبري جمعا هل كان يسوي مي يرقي وين إنه إلهي سبحانه وتعالى كل بركي سن إلهي كبيره إنه إلهي نحريستي سبسود جيو إنه إلهي سبحانه وتعالى ميزانك حسنات قفوة الموحي وصوت والطيء وكسر رذي بيشا إنه إلهي سبحانه وتعالى استيو يوم القيامة هو برقل كلمة لأيدي قريبا حولي إيمان وكلمة آتي أمعان الإيمان بالله وبملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره أركان الإسلام كوتقانان إيمان كاس إلهي سبحانه وتعالى لكمي سيديك زيادة كرا محيط موضوع الله لنا فحوي إيمانك ومفتاحة وفرها وشرطها جنة الله سبحانه وتعالى لا تدخل الجنة حتى تؤمن جنة كلمة إيسان إلى الإيمان التي مادان ربعه أو صحيح إله سبحانه وتعالى ذلك إيمان كلمة جعلين ساسين وبعض لين إلهي سبحانه وتعالى وحد فاعادتك إيمانك هايس إلهي سبحانه وتعالى وحاقار الضوم قار أغوءه ذاتك إيمانك جنة يسوي حقوق رامي ذاتك أهل إيمانك إلهي سبحانه وتعالى الدون كان أردن عرك إيا دولك إيا واحد شوق أردن هل قف مؤمن وإيمان دب أهله أياك العلوس إلهي سبحانه وتعالى هل قف مؤمن أو دب أه أما قبر مؤمن أو دب أه الدنك ربنا إنه قرقه إلهي وحبه إنك يقولك إنه باب إيه إيه وحا كنول أو قال كنول إنه باب إيه إبرك ديو لا يساوي عند الله شيء فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها إيمان كاستيمها وهي وحائل ربنه وقفل بالدنيا وشعليه وحول بأفضية إيمان كاست أمورت أدوك ولو أفضينا أدوية إباتوي كذا أردن فضيت بك أغني الدنيا الوحفرة نقول ميس وحقبات كلا كل مما هي وحدتها يستطيع الدنيا يقدلال كلا قيمة كل ما يلنس إيو حكاتها جين كل ما
mar haddaad iimaanka haysato iimaanka aad hesho iimaankaagu hadda haddaad iimaanka weydana waad khasaartaa adduunyada dhan haddii lagu siiyo waxba qiimaa ma laha khaasir baad ma raaxaysanaysa ma nasanaysa shayga qiimaha badan sidee oo ilaahay na siiyey hadiyad noo siiyey haddaan nahay dad muslimiina ummadi nebi maxamed caleyhi salaam oo aan ku dhalanayn sidee ku kordhinaa ku barbaarinaa ku haynaa taas weeye badanbadan jeclaa inaan idinla wada laakiin afar qodob baan idiin sheegi lahaa oo iimaankaas lagu hayo lagu kordhiyo waa afar qodob si aan loo kala ilaaweyn afar qodob keliya hal qodobna waa idinka digaya waa ka baabi'iyo afartaa qodob oo iimaanka kaa baabi'iya soo shan qodob ma ya shan qodob wey soo ma haadaade haa shan qodob afar iimaankaasi ku kordhinaysa hal qodobna iimaankaasu kaa daciifinaya kaa baabi'inaya ilaahay sidaqsi aan u sheegayaa waqtigu si kooban yahay kadibna daliilkeeda iyo waxa idin tusayanayo iyo meesha laga helaayo ayaan idin tilmaamaya qodobka koowaad waa barashada iyo jeclaanta iyo ku celcelinta iyo dhuuxidda magacyada ilaahay magacyada ilaahay ku abuuray ee aad rumaynayso الله لا إله إلا هو الحي القيوم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم سورة السمك آخرنا بسم الله الرحمن الرحيم هو الله لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وحدوك يعرك جوغا أودن إله سوين إما قعيدا ولا أرسله أي عرب قوايا قيله shimbiraha bahalaha dhagaxyada wa in min shay'in ilaa yusabbixu bixamdi walaakin laa tafqahuuna tasbiixahu waxa ugu yar insaankaasa ugu tasbiix yar dadka basharka ilmo aadama ugu tasbiix yar alam tara anna allaha yasjudu lahu man fi samaawaat ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس كثير بل يرئيك كوي هربن كل قد والي سبحانه لكن قدك قاروي وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكره إن الله يفعل ما يشاء تاسوا من دكوبات وقال يلي الله يتبونه مد اللبات قضوا كلمات وضبا غافل كيهين وتدبر آيات الله في الكون إلهي سبحانه وتعالى وحكم كان هريره نكبه في آياته كتاب القرآن كان وكلاء كل قد آياتها القرآن كان وكلاء آياتنا وقوة الأخرية آياتنا وقوة مغضة أو إنه هريا لكم كان يهوستني هريره aayadahaas waxaa ka mid ah waxaa ka mid ah cirka oo ilaahay ku soo celceliyey korkeenna wey qof walba waa arkaa qof wax akhriya qofaan wax akhriyay qof jaamacad ka baxay qofaan jaamacad ka bixin qof iskool dhigtay qofaan iskool dhigan kuma xirna qof walba samada hadduu saa u fiiriyo waryaa sameeyey yaa rafaca asamaa bigayri camad wajacala asamaa saqfan maxfuuda saqof korkiina taalo weyso gurigiina ka saxay samadaa ka mid ah
dhulka kamid qoraxda kamid subax walba aan aragnay soo baxay qoraxda ay soo baxdo qoraxda ayaa ku soo saaray ya ku soo saaray qoraxda ku istiimeysa dayaxan suweena dayax ayaa ku soo saaray marka kamida wa shamsu wal qamar wan nujum xidigaha quruxda badan xirka ku qurxinaya kamid inaad fiirisid ay u qurxan yihiin habeenkii fiiri erku markuu saafiix fiiri inuu eeg indhaha ku nuurso oo ilaahay xusuuso oo ku xusuuso allah sameeyey iimaankaaga siyaadayo ku dhaaya cirka haddaa eegtana iimaankaaga siyaadaya buuraha haddaa eegtana afalaa yanduruuna ila alibli geelay baynu nahay inagu laakiin geela ma eegna waana dadka ugu iimaan xun dadka geela maxaad a geelan sida ilaahay u abuuray ma eegaan iyo xikmaddiis ma eegaan ilaahayna wuxuu leh afalaa yanduruuna ila alibli kayfa khuliqat kayfa khuliqat soomaali waa dadka ugu geel badan adduunka وإلى الأرض وإلى الجبال كيف نصبت بورها وين أرك هم بكر بريسا يجاي كل يقولك بورها له وإلى الأرض كيف سطحت ميدنا أرك وإلى السماء كيف رفعت سما سكر لبو قاضي من مرك آيات كاس إلهي وحكم ذا هبين كأي مال أنت سبدلها والله بضرب إنك كده جبنه حالي هبين بين كتبنا هذا مالي بين كتبنا قلت هبين بين كلينا هذا يا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا ورحدي يضيحي وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا أفي صلى آيات إلهي dadki saalixiinta habeenkii intay bannaanka u soo baxaan ayay waxay fiirin jireen cirka markaasay waxay fiiriyaan dayaxa xidigaha cirka siduu ilaahay subxaanahu wa tacaala u sameeyey ilaahay baa yidhi saas dadka caqliga lihi kuwaas wey inna fii khalqi samaawaati waalard waikhtilaafi alleyli waalnahaar la aayaatin liuli lalbaab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار aragtidooda ay ku fikirayaan samada iyo cirka iimaankaasay ilaahay ku baryayaan inuu naarta kaga badbaadiyo oo ilaahay ugu tawasulayaan qodobka saddexaad waxa weeye waa qodobka intaan qubuucu ah oo waxa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa loogu dhawaadaa wixii uu ku faray camalka saalixa ah oo aad qodiso oo nawaafishiisa ku xejiso waajibaadka iyo nawaafisha ilaahay baad mar walba u dhawaanaysa ood camal saalixa samayso maalin haddaad soonto ilahay u dhawaanaysa tatawaale aayada loo akhrido ilaahay baa u dhawaanaysa laba ragca haddaad tukato ilaahay baa u dhawaanaysa camalka saalixa oo aad qodiso gaar ahaan salaada salaada dhalinyaro ma qodisaa dhalinyaro wiilashay gabdhaha maandayna uma maqlaysaa salaada salaada shanta waqti inaa ilaaliso ilaah ku jeclaan jannadu rutiina iyada kelya ku dheg xariggaa qabso waxa kale iyadaa kuusoo ururinaysa camalka saalixa oo kale oo dhan iyadaa kuusoo ururinaysa nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ahaa sunadiisa waxba la weydiin jiray su'aal yar oo kooban qofku wuxuu odhanayaa nebi rasuulkii allow hal camal ii sheeg oo aniga jannada ii geliya oo waxoo dhan ii kooba jawaab kooban buu sii jiray dadka sidaasuu sii jiray waxaan idin leeyahay marka dhalinyaradiinaan hadda idin dhibayso waxyaalahan fitnadan badan hawlahan badan social mediaan badan internetkan badan mashquulkan badan waxaan badan salaada keliya qabso waxa kale iyada ku hagaajinaysa salaada gorgortana ka geli meesha laga adamo koor waxa kale iyadaa soo jiidaysa wanaagay ku soo jiidaysaa asxaabta wanaagsan bay ku soo jiidaysaa camalka fiican bay ku soo jiidaysaa adigu salaada wan ku dhe ku mintid bas
وأنا عمل كوجه الرئي الله وجه حسابي قبري هاي كوري جاية صلاة على وقتها هكسيحا دب هوديك أنا قمر كيل أدمه هذا هو نوائل أتفرى كنت أجنت هاي صلى جاية ما ها ها كرينا ياو ها صلاة إلى إدماتي حوار مرتي إيجي ياو عصر كي بقى إدافعي أقول الله يلا وقتي سيد ما ما ين ما ين الصلاة على وقتها كوري جاية هذا الجماعة الواجب حكومة هاي وأنا أتصل لك تاجنت هاي مركي صلاة عملك صالح الوجود قلبك قدام مياه أفراد هذا ما بين سامي قلبك قدام مياه أفراد وأنت أنا دن مش اللي جهلي كرو مقعد إلهي آياتك إلهي عملك صالح محوية إيمانك معنيه سمحوية ددن كيس محوية ددن كيس حلاوة الإيمان محوية حقي لقيه ليا إيش أي كفر قني صف ويقضب كأفراد إن أذكر حنات وتلاوة كتاب الله تعالى كتاب كإلهي أو أذكر حنات وأتدبرته وأتصبح يقلب آخر الصو وألهبين يمارين كسجد كتاب كإلهي حرق أصوي أنت مسكتم به لن تضيفوا ذكر إيسايا قوفة فاهنا يقول الله عن شيء يصدح لها ومقعد إلهي والرحمن الرحيم هو السميع العليم هو البصير إلهي سبحانه وتعالى أيام مقعد إيسا بشاء الله قوفة فاهنا ومقوى الله إيسايا وقول الله رسيق رحب الله قولي قبل مشكلي حتى تذكرته واحد كهل إيسا آيات إلهي سبحانه وتعالى هو شيء صورة طوية أو أولا حفظ سنته عما يتساءلون يا حفظ سن عما يتساءلون يا حفظ سن قعدت هتا وقفك عما يتساءلون حفظ سن عما يتساءلون عن النبأ العظيم صورة النبأ يا حفظ سن عيال يا حفظ سن بس أولا آخرنا بالفيري آيات إلهي مرك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون انت سوى عرفته او قال لا ايا افك لك قدفت يا أفكار لك بتشقي مركي إلى هذا قيامها محيط آخرها محيط يا قيرين محيط نلاش على الصنم ولا محيط هذا أفكار لك بتشقي عيلها أفكار لك بتشقي وأبنت تنبلي مركي لوجو ديا مركي وحلا تصي هريرة هذا بيان أركه مواني أنت لهين مواني تجلا هين مواني وحفيرين ها ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا فيها سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا قف في إنتا سكفين ويدو آخرا موضل الله إنتا سهدي إيمانك كسين كري ويدو آخرا نوب الله أحوال بأغاني دوته ساسوي جوته وقرآنك كريمك أفر تابه مقعيد إلهي سبحانه وتعالى الله حسوسه محواكي لبا آيضها إلهي أولا تدبه محواكي صدحا عملك صالحا هو الله بذيه كان أفرادك ووينه قرآنك كريمك هو أطحرناته آيضه سنك تدبه هلك هلك قلوب السكي لعلينا يسنى محوياه وحويه معاصي الهي الهي خلاص امر كيس الهي امر كيس اسكو سوكوب معصي سكفغو اياك
وإياه وأمر إلهي سبحانه وتعالى أو أمري أو رسول يسوع عليه الصلاة والسلام أمري أو ديدي أو أمي إنا لدوان كفقو بنان كتر أو لدوان إيمان كابوا دور مياه لكن أمر هذا إلهي دا إلى لم ويدو يحدود ديسي يا زنا كل عاد ربا كل عاد بيمبا كل عاد حمبا كل عاد قرابة دي بات قويس يا واي قويين يوحاس كوس عميس قرابة دي بات قويس يا والد كيباد مالتي عقل ما كوسا ميسي واي حمي والد كوسا مالغا أقبلاي مقبول ماه أليغا تعالى كبح تيسا إسراء إلهي سبحانه وتعالى ويدينا يا والد كواد واجب تيسا كقابيو إلهي من يتعالى حساب تيسو أدوما حساب نيسي أدوما إنا مباري فشا مرولد والد الله بدي كل شيء قرابه وين حريرسا يبو هديك وقويان وحريرنيسا هذا مورس يبو إيمان وين يبو إنسان سيارة وين سو ما قرنيس مركا وناك وين الوحول بكم بدشاء خاصة ما كيك عينا عايضة ما هنا في سوق الله حتى أهرتي سكده غضا في عاد وقالوا سلام وناك أدو راع معاصد إلهي نسك إلالي انتاس ولا ليال وحيكون نوه جامينيس إيمانك حلو قاضي إيمانك هدي أيه النوه وقت وده ما لام في ليه إيمان شنو النوه جامينيس شنو سات ملايين كشيء ملايين شيء ما أركتين ها والأركيسة مر والبو القرآن كفرته شنو الأركيسة مر لو حد كسوق هذه كليه يعني أيضا كوبان ما دام نروحنا ردا إيمان كان كتاب كقرآن كأي أبوع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما
تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبغري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام إلهي ما كانوا زيادية جندي سنة الله نبقي دنبقني دنبق والين دنبق الله دعفو إلهي سبحانه وتعالى خاتمنا سنة نوو ختمه وبدكينا الله إصلاحيه كمر كاني رجعنا بالله إصلاحيه نور كان الله إصلاحيه ضل كاني ضد كان بالله إصلاحيه إلهي سبحانه وتعالى أجمعين يا آخر السعادة إنه كل يوم آمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه